الإمام الكاظم صلوات الله عليه رأى ميت يوضع في قبره، فقال إن شيئا، حقيقة كلمة عجيبة، إن شيئا هذا آخره لحقيق بأن يزهد في أوله. هذه الدنيا بأموالها وعظمتها وجاهها وين تنتهي؟ عند هذا المكان. إن هذا شيء آخره لحقيق أن يزهد في أوله. كل يروح حاكم يملك الكرة الأرضية ويهدد العالم، بعدين يأخذوه يخلوه في هذا المكان، انتهى كل شيء كأنه ما كان. وإن شيئا هذا أوله لحقيق بأن يخاف من آخره. هذا عالم الآخرة، اللي هذا أوله هاي عوارضه، فآخره شنو؟ حقيقة واحد يجب أن يخاف من ذلك.